الرحمن الرحيم. اعزائي الطلبه، بقدم لكم النهارده فيديو جديد بنوضح فيه طريقه تسجيل اصدقائي الاعزاء طلبه الصف الاول الثانوي. تحيه طيبه. والنهارده هنقدم لكم نموذج الكيمياء.
النهارده المحتوى الحراري او ما يعرف بالانسال بالمولات. كل ماده تختزن قدر محدد من الطاقه يعرف بالطاقه الداخليه، وهي محصله ثلاث طاقات. اي ماده جواها طاقه بنسميها الطاقه الداخليه للماده، والطاقه الداخليه للماده هي مجموع ثلاث طاقات. عشان نعرف الطاقه الداخليه عباره عن ايه، تعالوا نشوف الماده بتتكون من ايه. احنا عارفين ان الماده بتتكون من جزيئات، والجزيئات تتكون من ذرات. فمثلا كوب من الماء، كوب الماء ده هو في الاصل عباره عن ملايين الجزيئات المرصوصه جنب بعضها. طبعا احنا ما بنشوفهاش بالعين المجرده لان الجزيئات صغيره جدا. الجزيء الواحد من هذه الجزيئات، جزيء الماء مثلا، هلاحظ ان هو عباره عن ثلاث ذرات، ذره اكسجين وذرتين هيدروجين وبينهم روابط تساهميه احاديه. وكل ذره احنا عارفين انها بتتكون من نواه، والنواه فيها بروتونات ونيترونات، وفي الكترونات سالبه تدور حول النواه. اذا ده تركيب الماده، اي ماده هي عباره عن جزيئات والجزيئات بتتكون من ذرات. اذا الطاقه الداخليه للماده هتبقى عباره عن ثلاث طاقات: الطاقه المختزنه في داخل الذره، والطاقه المختزنه في داخل الجزيء، والطاقه المختزنه بين الجزيئات وبعضها. اولا الطاقه المختزنه في الذره. الطاقه المختزنه في الذره تتمثل في طاقه الالكترونات في مستويات الطاقه. كل الكترون هيبقى ليه طاقتين، طاقه وضع وطاقه حركه. طاقه الحركه بتنتج من دوران الالكترون حول النواه، وطاقه الوضع بتنتج من قوه جذب النواه للالكترون، واللي بتتوقف على بعد الالكترون او بعد المستوى عن النواه. اما الطاقه المختزنه في الجزيء فبتتمثل في طاقه الروابط الكيميائيه الموجوده بين ذرات كل جزيء. الطاقه الموجوده في داخل الجزيء هتكون عباره عن طاقه الروابط الكيميائيه. الروابط الكيميائيه يا اما روابط ايونيه يا اما روابط تساهميه. اما الطاقه المختزنه بين الجزيئات فبتتمثل في قوه التجاذب بين جزيئات الماده. قوه التجاذب بين الجزيئات وبعضها عباره عن قوه جذب فاندرفيل، وهي عباره عن طاقه وضع، وتختلف حسب الحاله الفيزيائيه للماده اذا كانت الماده في حاله صلبه او حاله سائله او حاله غازيه. وايضا الروابط الهيدروجينيه الموجوده بين جزيئات بعض المواد، زي الرابطه الهيدروجينيه الموجوده بين جزيئات الماء، والرابطه الهيدروجينيه بتتوقف على طبيعه الجزيئات وقطبيتها. مجموع هذه الطاقات الثلاث، الطاقه المختزنه في الذره، والطاقه المختزنه في الجزيء، والطاقه المختزنه بين الجزيئات، لما نحسبها في مول واحد فقط من الماده هيطلق عليها مصطلح المحتوى الحراري او الانسالبي المولاري H. اذا ما هو المحتوى الحراري او الانسالبي المولاري H؟ هو مجموع الطاقات المختزنه في مول واحد من الماده. بشوف المول الواحد فقط من الماده بيحتوي على طاقه مختزنه قد ايه، ويبقى هو ده الانسالبي المولاري او المحتوى الحراري، ويقدر بوحده كيلو جول لكل مول. ما معنى ان الانسالبي المولاري للغاز NO2 يساوي 33.58 كيلو جول لكل مول؟ اي ان مجموع الطاقات المختزنه في 1 مول من غاز NO2 يساوي 33.58 كيلو جول. يعني المول الواحد من غاز ثاني اكسيد النيتروجين NO2 بيحتوي على طاقات قدرها 33.58 كيلو جول. علل المحتوى الحراري يختلف من ماده لاخرى لاختلاف المواد عن بعضها في نوع وعدد الذرات المكونه للجزيئات ونوع الروابط الموجوده بين تلك الذرات. الجزيئات مش هتبقى زي بعضها في التركيب، كل جزيء فيه عدد معين من الذرات ونوع معين من الروابط. كل ذره بتختلف عن الذرات الاخرى في الطاقه الموجوده جواها حسب عدد الالكترونات الموجوده في الذره، وبالتالي الطاقه المختزنه في كل ذره تختلف عن الذرات الاخرى. كمان الطاقه اللي هتبقى موجودة في داخل الجزيء اللي هي عبارة عن طاقة الروابط هتختلف حسب نوع الرابطة، لأن عندي روابط أيونية وعندي روابط تساهمية. طاقة الرابطة الأيونية مش هتبقى زي طاقة الرابطة التساهمية. طيب هل يمكن عمليا قياس المحتوى الحراري لمادة معينة؟ الإجابة لا، لا يمكن عمليا قياس المحتوى الحراري لمادة معينة. إيه اللي هنقدر نقيسه عمليا؟ يمكن فقط قياس التغير في المحتوى الحراري لما المادة بتتحول إلى مادة أخرى أثناء التفاعل الكيميائي. يبقى أثناء التفاعل الكيميائي المادة بتتحول من صورة لصورة أخرى، في هذه الحالة يمكن قياس التغير في المحتوى الحراري. طب هنحسبه إزاي؟ إزاي نحسب التغير في المحتوى الحراري؟ التغير في المحتوى الحراري دلتا اتش هو الفرق بين مجموع المحتوى الحراري للنواتج ومجموع المحتوى الحراري للمتفاعلات، وبالتالي فإن التغير في المحتوى الحراري يساوي المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات. يبقى إذا دلتا اتش بتساوي اتش للنواتج ناقص اتش للمتفاعلات. ولما التغير في المحتوى الحراري ده يكون في ظروف قياسية بيطلق عليه التغير في المحتوى الحراري القياسي دلتا اتش نود. طيب ما هي الظروف القياسية اللي المفروض يحصل فيها التفاعل علشان نسميه التغير في المحتوى الحراري القياسي دلتا اتش نود؟ الظروف القياسية بتشمل الضغط ودرجة الحرارة وتركيز المحلول. فهيكون عندي الضغط بيعادل واحد ضغط جوي اللي هو الضغط الجوي المعتاد، أو اللي هو يعادل 1013.25 ملي بار. درجة الحرارة تكون بتساوي 25 درجة مئوية أو 25 درجة سيليزيوس اللي هي درجة حرارة الغرفة. تركيز المحلول بيعادل 1 مولر أو التركيز المولاري. التغير في المحتوى الحراري القياسي دلتا اتش نود يحدد من العلاقة دلتا اتش نود بتساوي سالب كيو بي على ان. التغير في المحتوى الحراري القياسي هيساوي سالب كيو بي على ان. كيو بي هي كمية الحرارة المنطلقة أو الممتصة. أي تغير فيزيائي أو كيميائي لازم يحصل فيه يا إما انطلاق حرارة أو امتصاص حرارة، يعني بتنطلق حرارة من النظام إلى الوسط المحيط أو النظام بيمتص حرارة من الوسط المحيط. إذا كيو بي هي كمية الحرارة المنطلقة أو الممتصة، وإن هي عدد مولات المادة. يبقى لما أقسم كمية الحرارة المنطلقة أو الممتصة على عدد مولات المادة ده هيديني مقدار التغير في المحتوى الحراري القياسي دلتا اتش نود. وبنلاحظ إن العمليات أو التغيرات الكيميائية أو الفيزيائية نوعين، يا إما عمليات طاردة للحرارة يا إما عمليات مصة للحرارة. في العمليات الطاردة للحرارة هيبقى التغير في درجة الحرارة بالموجب، دلتا تي هيبقى موجب، وهنا هيبقى التغير في درجة الحرارة بالسالب، هيحصل انخفاض في درجة الحرارة لأن النظام بيمتص حرارة من الوسط المحيط، فبالتالي تنخفض درجه حراره الوسط المحيط. يبقى التغير في درجه الحراره في حاله العمليات الطارده هيبقى بالموجب، والتغير في درجه الحراره في العمليات المصه هيبقى بالسالب. كميه الحراره هتبقى عباره عن طاقه منطلقه في حاله العمليات الطارده للحراره انها تنطلق من النظام الى الوسط المحيط، كميه الحراره هتبقى بالسالب في حاله العمليات المصه للحراره لان النظام بيمتص حراره من الوسط المحيط. اما مقدار التغير في المحتوى الحراري دلتا اتش هيبقى بالسالب في حاله العمليات الطارده للحراره، وهيبقى بالموجب في حاله العمليات المصه للحراره، لان هنا هنلاحظ ان المحتوى الحراري للنواتج هيبقى اقل من المحتوى الحراري للمتفاعلات، وبالتالي التغير في المحتوى الحراري هيبقى بالسالب. وفي حاله العمليات المصه الحرارة المحتوى الحراري للنواتج
هيبقى اعلى من المحتوى الحراري من المتفاعلات، لان النظام بيمتص حراره من الوسط المحيط، وبالتالي يكون التغير في المحتوى الحراري هيكون بالموجب. اعتبر العلماء ان المحتوى الحراري للعنصر بيساوي صفر لانه ضئيل جدا ويمكن. احسب كمية الحرارة المنطلقة من احتراق 5.76 جرام من غاز الميثان CH4 في وفرة من غاز الأكسجين عند ثبوت الضغط تبعا للمعادلة. CH4 زائد 2O2 ده غاز وده غاز، في وجود الحرارة هيديني CO2 غاز ثاني أكسيد الكربون زائد H2O بخار الماء، ده غاز وده بخار. علما بأن التغير في المحتوى الحراري القياسي دلتا H نود بيساوي سالب 890 كيلو جول لكل مول. الحل: اول حاجه هنحسب كتله المول من غاز الميثان CH4. الكتله الموليه لمركب CH4 هتساوي الكربون ب 12 والهيدروجين ب 1 وفي منه 4 ذرات، يبقى 1 في 4 12 زائد 1 في 4 هيساوي 16 جرام لكل مول. عدد المولات بيساوي كتله الماده على الكتله الموليه للماده. كتله الماده عندي هنا 5.76 جرام، والكتله الموليه 16، يبقى 5.76 على 16 هتساوي 36% مول. اذا عدد المولات من غاز الميثان 36% مول. طيب انا عندي التغير في المحتوى الحراري دلتا اتش نود بيساوي سالب كيو بي على ان، منها هتبقى كيو بي هتساوي سالب دلتا اتش نود في ان، يبقى اذا كيو بي هتساوي سالب دلتا اتش نود بسالب 890 في عدد المولات ان 36%، يبقى يساوي موجب 320 كيلو جول. اذا كميه الحراره المنطلقه من احتراق 5.76 جرام من غاز الميثان هتساوي موجب 320 كيلو جول. ونلاحظ هنا ان كميه الحراره موجبه لان التفاعل هنا طارد للحراره، ونلاحظ كمان ان التغير في المحتوى الحراري زي ما احنا شايفين سالب لان في كميه من الطاقه انطلقت من النظام الى الوسط المحيط، فبيكون المحتوى الحراري للنواتج اقل من المحتوى الحراري للمتفاعلات. مثال 2، احسب كميه الحراره الممتصه عند تفكك 85 جرام من غاز النشادر تبعا للمعادله التاليه: NH3 بالحراره هيديني N2 زائد 3 على 2 H2، النشادر غاز والنيتروجين غاز والهيدروجين غاز. علما بان التغير في المحتوى الحراري دلتا H نود بيساوي موجب 46 كيلو جول لكل مول. الحل: هنحسب كتله المول من غاز النشادر NH3، يبقى الكتله الموليه للمركب NH3 هيساوي 14 اللي هو النيتروجين، الهيدروجين بواحد في 3 ذرات يبقى 3 في 1 يبقى 14 زائد 1 في 3 هيساوي 17 جرام لكل مول. عدد المولات بيساوي كتله الماده على الكتله الموليه. كتله الماده عندي هنا 85 جرام والكتله الموليه 17، يبقى يساوي 85 على 17 هيساوي 5 مول. دلتا اتش نود بيساوي سالب كيو بي على ان، يبقى اذا كيو بي هيساوي سالب دلتا اتش نود في ان، يبقى اذا كيو بي هتساوي سالب دلتا اتش نود ب 46، عدد المولات ان ب 5، يبقى يساوي سالب 230 كيلو جول. هنا هنلاحظ ان كميه الحراره الممتصه طلعت هنا بالسالب، والتغير في المحتوى الحراري بالموجب، لان هنا النظام امتص كميه من الطاقه الحراريه من الوسط المحيط، وبالتالي بيكون المحتوى الحراري للنواتج اعلى من المحتوى الحراري للمتفاعل.
واحده مئويه. هستهلك او الماده هتحتاج لكميه معينه من الحراره، الماده هتمتص كميه معينه من الحراره، هذه الكميه تعبر عن مفهوم الحراره النوعيه، وهذه الكميه تختلف من ماده الى اخرى. يعني علشان ارفع درجه حراره جرام واحد من الماء هستهلك كميه معينه من الحراره، وعشان ارفع درجه حراره جرام واحد من الحديد هستهلك كميه معينه من الحراره. فالحراره النوعيه لها قيمه محدده لكل ماده تختلف من ماده لاخرى، عشان كده بنقول ان الحراره النوعيه خاصيه مميزه للماده. طيب ما هي وحده قياس الحراره النوعيه؟ الحراره النوعيه تقدر بوحده جول لكل جرام سيليزيوس. هنستنتج وحده القياس من التعريف او من القانون بتاع الحراره النوعيه اللي هناخده بعد كده. هلاحظ هنا في التعريف ان انا عندي ثلاث كميات فيزيائيه، كميه الحراره وكتله الماده ودرجه الحراره. كميه الحراره تقاس بوحده الجول، وكتله الماده تقاس بوحده الجرام، ودرجه الحراره تقاس بوحده الدرجه المئويه او الدرجه سيليزيوس. عشان كده بقول ان الحراره النوعيه وحده قياسها جول لكل جرام سيليزيوس. ما معنى قولنا ان الحراره النوعيه للالومنيوم 9/10 جول لكل جرام سيليزيوس؟ طبعا زي ما احنا متعودين في سؤال ما معنى قولنا ان، بنشيل المفهوم العلمي ونحط المعنى بتاعه وبنستخدم الارقام اللي في السؤال. اقول له اي ان كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من المادة، هنا هتبقى الألمونيوم، أشيل كلمة المادة وأحط مكانها المادة اللي عندي في السؤال اللي هي الألمونيوم، درجة واحدة مئوية تساوي 9/10 جول. كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الألمونيوم درجة واحدة مئوية تساوي 9/10 جول. تعالوا ناخد أمثلة للحرارة النوعية لبعض المواد. هنلاحظ مثلا هنا إن الحرارة النوعية للألمونيوم 9/10 جول لكل جرام سيليزيوس. الكربون 711 من 1000 أو 7/10 تقريبا. النحاس 385 من 1000 يعني 4/10 تقريبا. الحديد 444 من 1000. الماء السائل 4.18 من 100. الماء الغاز 2.1 من 100. بعض الملاحظات على الحرارة النوعية للمواد. أول حاجة هنلاحظ إن الحرارة النوعية خاصية مميزة للمادة. كل مادة ممكن أميزها أو ممكن أعرفها من خلال الحرارة النوعية بتاعتها، لأنها مقدار ثابت للمادة الواحدة وتختلف من مادة لأخرى. زي ما احنا شايفين كده، كل مادة لها قيمة معينة للحرارة النوعية بتاعتها ولا تتساوى مع الحرارة النوعية للمواد الأخرى. ثانيا، تختلف الحرارة النوعية للمادة الواحدة باختلاف حالتها الفيزيائية. لو المادة في الحالة الصلبة هيبقى لها حرارة نوعية، ولو في الحالة السائلة لها حرارة نوعية أخرى، ولو في الحالة الغازية لها حرارة نوعية أخرى. زي مثال عندنا كده، الماء وهو سائل 4.18 من 100، بينما الماء وهو في الحالة الغازية أو البخارية 2.1 من 100. ثالثا، الحرارة النوعية للماء أكبر من الحرارة النوعية لأي مادة أخرى. علل، لأن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء بمقدار واحد سيليزيوس أو بمقدار درجة واحدة مئوية أكبر مما لأي مادة أخرى. عشان أرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء درجة واحدة مئوية أستهلك كمية من الطاقة الحرارية أكبر من اللي هستهلكه لأي مادة أخرى. عشان كده الحرارة النوعية للماء أكبر من الحرارة النوعية للمواد الأخرى. رابعا، المادة التي حرارتها النوعية كبيرة، ما النتائج المترتبة على ارتفاع الحرارة النوعية لمادة ما، وما النتائج المترتبة على انخفاض الحرارة النوعية لمادة ما؟ لو عندي مادة حرارتها النوعية كبيرة هستنتج من كده إيه؟ أول حاجة هستنتجها أن هذه المادة تحتاج لكمية كبيرة من الحرارة حتى ترتفع درجة حرارتها. علشان ارفع درجه حرارتها محتاج اديها كميه كبيره من الطاقه الحراريه. طيب، وعشان اديها كميه كبيره من الطاقه الحراريه ده هيؤدي الى انها تستغرق وقت طويل لكي تكتسب هذه الحراره. يبقى تاخد وقت طويل في عمليه التسخين علشان تكتسب الكميه الكبيره من الطاقه الحراريه، وكمان لما اجي ابردها هتستغرق وقت طويل لكي تفقد هذه الحراره. علشان تفقد الحراره اللي اكتسبتها هتستغرق وقت طويل في فقد هذه الحراره. كل ده بقى عكس الماده اللي حرارتها النوعيه منخفضه. يبقى الماده اللي حرارتها النوعيه منخفضه هتستهلك كميه او تحتاج لكميه صغيره من الحراره حتى ترتفع درجه حرارتها، هتستغرق وقت قصير لكي تكتسب هذه الحراره، هتستغرق وقت قصير لكي تفقد هذه الحراره. وممكن الخص ده واقول ان الماده اللي حرارتها النوعيه مرتفعه هتسخن ببطء وتبرد ببطء، بينما الماده اللي حرارتها النوعيه منخفضه هتسخن بسرعه وتبرد بسرعه. لما نيجي نبص كده على الحراره النوعيه لبعض المواد هلاحظ ان الحراره النوعيه للماء السائل مثلا 4.18 من 100، وده اعلى من المواد الاخرى. فده معناه ايه؟ معناه ان الماء علشان ارفع درجه حرارته او عشان ارفع درجه حراره كميه معينه من الماء محتاج لكميه كبيره من الطاقه الحراريه. يعني هسخن لفتره طويله، وعلشان الماء يبرد ويفقد الطاقه الحراريه اللي اكتسبها هيحتاج لفتره طويله برضه علشان او لوقت طويل علشان يفقد هذه الحراره. وده ليه اهميه كبيره جدا في حياتنا. مثلا الماء بيساهم في تلطيف الجو او في الاحتفاظ بدرجه حراره مناسبه في المناطق الساحليه شتاء وصيفا، لانه علشان لما يكون الجو حر علشان يسخن محتاج لكميه كبيره من الطاقه الحراريه، فهيستهلك جزء كبير من حراره الجو. وفي فصل الشتاء لو الجو برد هيفقد كميه كبيره من الطاقه الحراريه للجو، وبالتالي هيلطف او هيساهم في ان درجه الحراره تظل مناسبه. كمان بعض المزارعين بيرشوا الميه على الاشجار في المناطق البارده، ان الماء عشان تنخفض درجه حرارته هيفقد كميه كبيره من الحراره، وبالتالي يحافظ على على اوراق الاشجار من التجمد. كمان الماء بيحافظ على ثبات درجه حراره جسم الانسان. احنا عارفين ان درجه حراره الانسان ثابته عند 37، وفي فصل الصيف بيكون درجه الحراره بتصل ل 40 و45، ومع ذلك بتظل درجه حراره الانسان 37. فصل الشتاء بتنخفض درجه الحراره الى 15 و10، بينما تظل درجه حراره جسم الانسان عند 37. احنا عارفين ان معظم جسم الانسان ماء، وان الماء هنا علشان تنخفض درجه حرارته لازم يفقد كميه كبيره من الطاقه الحراريه، وعشان ترتفع درجه حرارته لازم يكتسب كميه كبيره من الطاقه الحراريه، وبالتالي هيثبت درجه حراره جسم الانسان او هيساهم في تثبيت درجه حراره جسم الانسان عند 37. ماذا يحدث عند تسخين كتلتان متساويتان من الحديد والالومنيوم لفتره زمنيه متساويه بنفس مصدر الحراره؟ انا عندي هنا كتله من الحديد وعندي كتله من الالومنيوم والاثنين متساويين مع بعض، وسخنتهم لفتره زمنيه متساويه وبنفس المصدر. طب انا عندي هنا الالومنيوم 9 حرارته النوعيه 9/10، بينما الحديد 4/10 او 444 من 1000، وبالتالي فان
درجة حرارة الحديد ترتفع بدرجة أكبر من درجة حرارة الألمنيوم. ليه؟ لأن الحرارة النوعية للحديد أقل من الحرارة النوعية للألمنيوم. كيفية حساب كمية الحرارة: تتناسب كمية الحرارة المكتسبة أو المفقودة طرديًا مع كل من. كمية الحرارة اللي هتكتسبها المادة أو هتفقدها المادة تتناسب طرديًا مع ثلاث حاجات: أولًا تتناسب طرديًا مع كتلة المادة M. كل ما زادت كتلة المادة كل ما هيحتاج كمية أكبر من الطاقة الحرارية علشان أغير درجة الحرارة، وكل ما انخفضت كتلة المادة كل ما هيحتاج كمية أقل من الطاقة الحرارية علشان أغير درجة الحرارة. فمثلًا لو عندي إناء به كمية من الماء وإناء أكبر به كمية أكبر من الماء، مين فيهم اللي هيحتاج وقت اطول في التسخين علشان ارفع درجه حرارتهم بنفس الدرجه؟ اكيد طبعا الاناء الكبير هو اللي هيحتاج وقت طويل في التسخين علشان ارفع درجه حرارته بنفس الدرجه اللي هرفع بيها درجه حراره الاناء الصغير. يبقى اذا كل ما زادت كتله الماده كل ما زادت كميه الحراره المكتسبه او المفقوده، وده معناه تناسب طردي. ثانيا تتناسب طرديا مع الحراره النوعيه للماده. احنا اتفقنا ان كل ما كانت الحراره النوعيه للماده كبيره كل ما هتحتاج كميه كبيره من الطاقه الحراريه علشان ترتفع او تنخفض درجه حرارتها. كمان بتتناسب طرديا مع مقدار التغير في درجه الحراره اللي هو دلتا تي. كل ما لو انا عايز ارفع درجه حراره ماده او كتله معينه من الماده بمقدار 5 درجات، غير لما اكون عايز ارفع درجه حراره نفس الكتله من الماده بمقدار 50 درجه. اكيد كل ما زاد الفرق او كل ما زاد مقدار التغير في درجه الحراره كل ما هيحتاج كميه اكبر من الحراره علشان ترتفع او تنخفض درجه الحراره، وبالتالي فالتناسب هنا تناسب طردي ما بين كميه الحراره وما بين مقدار التغير في درجه الحراره دلتا تي. ومن هنا بنستنتج ان كميه الحراره اللي هتفقدها او هتكتسبها الماده بتساوي الكتله كتله الماده ام في الحراره النوعيه للماده اللي هي سي في مقدار التغير في درجه الحراره اللي هو دلتا تي. يعني معنى كده ان كيو بي اللي هي كميه الحراره المكتسبه او المفقوده بتساوي ام في سي في دلتا تي. كيو بي بتساوي ام سي دلتا تي. المثلث بتاعنا هلاحظ هنا كيو بي ام سي دلتا تي. لو انا عايز الكتله ام يبقى الكتله ام هتساوي ايه؟ هتساوي كيو بي على سي في دلتا تي. يبقى ام بيساوي كيو بي على سي في دلتا تي. لو عايز سي يبقى سي هتساوي كيو بي على ام في دلتا تي. طيب لو عايز دلتا تي اللي هو مقدار التغير في درجه الحراره يبقى هيساوي كيو بي على ام في سي. طيب مقدار التغير في درجه الحراره اللي هو دلتا تي ازاي احسبه في المسائل؟ هحسبه من خلال درجه الحراره الابتدائيه ودرجه الحراره النهائيه. فهقول ان دلتا تي بتساوي تي 2 ناقص تي 1. دلتا تي مقدار التغير في درجه الحراره بيساوي تي 2 درجه الحراره النهائيه ناقص درجه الحراره الابتدائيه. طب لو عايز احسب في المسائل درجة الحرارة الابتدائية T1 يبقى T1 هتساوي ايه من المعادلة دي؟ هتساوي T2 ناقص دلتا T. طيب لو عايز احسب T2 اللي هو درجة الحرارة النهائية هتساوي T1 زائد دلتا T. امثلة: مثال واحد، احسب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 500 جرام من الألمنيوم بمقدار 300 سيليزيوس، علما بأن الحرارة النوعية للألمنيوم 9/10 جول لكل جرام سيليزيوس. الحل: هنا انا عايز احسب كمية الحرارة، وطبعا قانون كمية الحرارة بيقول لي QB بتساوي MC دلتا T. يبقى اذا هيساوي الكتلة بتاعتي اللي هي M 500، الحرارة النوعية للالومنيوم 9/10، مقدار التغير في درجه الحراره اللي هو دلتا تي بيساوي 300. يبقى اذا 500 في 9/10 في 300 كل ده هيساوي 135000 جول. مثال 2، احسب كميه الحراره بالجول والسعر اللازمه لرفع درجه حراره قطعه من الحديد كتلتها 1.3 جرام من عشان ارفع درجه حرارتها من 25 سيليزيوس الى 46 سيليزيوس، علما بان درجه الحراره علما بان الحراره النوعيه للحديد 448000 جول لكل جرام سيليزيوس. 12.23% على 4.18% هتساوي 2.926 كالوري أو سعر. هتلاقي المسألة رقم 2. مثال 3، احسب الحرارة النوعية لمادة مجهولة كتلتها 155 جرام ترتفع درجة حرارتها من 25 سيليزيوس إلى 40 سيليزيوس، علما عندما تمتص كمية من الحرارة مقدارها 5700 جول. الحل: الحرارة النوعية بتساوي إيه من القانون بتاعنا أو من المثلث؟ الحرارة النوعية سي بتساوي كيو بي على إم في دلتا تي. يبقى هتساوي 5700 اللي هي كمية الحرارة على 155 اللي هي الكتلة على 40 ناقص 25 اللي هي دلتا تي أو مقدار التغير في درجة الحرارة. كل ده هيساوي 2.45% جول لكل جرام سيليزيوس. مثال 4، عينة من الرمل كتلتها 6 كيلو جرام درجة حرارتها الابتدائية 20 سيليزيوس اكتسبت كمية من الحرارة مقدارها 65000 جول. احسب درجة الحرارة النهائية للعينة علما بأن الحرارة النوعية للرمل 840 جول لكل كيلو جرام سيليزيوس. هلاحظ هنا في هذه المسألة ان هو مديني الكتلة بالكيلو جرام والحرارة النوعية بوحدة جول لكل كيلو جرام سيليزيوس. في هذه الحالة مانيش هحتاج تحويل، لما تكون الكتلة بالكيلو جرام والحرارة النوعية بوحدة جول لكل كيلو جرام سيليزيوس مفيش تحويل. لكن لو واحدة فيهم مختلفة، يعني لو الكتلة بالجرام والحرارة النوعية بالجول لكل كيلو جرام سيليزيوس، يبقى في هذه الحالة هحتاج تحويل. ولو عايز احول من جول لكل كيلو جرام سيليزيوس الى جول لكل جرام سيليزيوس، في هذه الحالة هقسم على 1000. لكن هنا في هذه المسألة مفيش تحويل. الحل: عايز يحسب الحرارة النهائية، فعشان احسب الحرارة النهائية اللي هي T2 لازم يكون عندي مقدار التغير في درجة الحرارة اللي هو دلتا T. يبقى أول حاجة هعملها إن أنا هحسب دلتا T. دلتا T بتساوي إيه من المثلث بتاعنا؟ بتساوي QB على MC. يبقى هتساوي QB اللي هي كمية الحرارة 65000
والكتلة 6 والحرارة النوعية 840، كل ده يساوي 12897 من 1000 سيليزيوس. يبقى إذا مقدار التغير في درجة الحرارة بيساوي 12897 من 1000 سيليزيوس. عشان أحسب درجة الحرارة النهائية اللي هي T2، T2 بتساوي إيه؟ T2 بتساوي T1 زائد دلتا T، يبقى هتساوي T1 ب 20 ودلتا T ب 12897 من 1000، يبقى كل ده هيساوي 32897 من 1000 سيليزيوس. ناخد بعض الأسئلة والمسائل الهامة على هذا الجزء من الدرس، يا ريت نحلها ونتركها في التعليقات، وإن شاء الله أتواصل معاكم في التعليقات للرد على أي استفسار بخصوص هذه الأسئلة أو بخصوص الدرس. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. 1، تتوقف الحرارة النوعية لكرة معدنية على نقط الكرة، كتلة، حجم، نوع، مادة، مساحة. 2، إذا رفعت درجة حرارة جسم ما إلى الضعف وزادت كتلته إلى الضعف فإن حرارته النوعية نقط تزداد للضعف، تقل للنصف، تظل ثابتة، تقل للربع. 3، جسمان من مادة واحدة اكتسبا نفس كمية الحرارة، فإذا كانت كتلة الأول نصف كتلة الثاني فإن مقدار الارتفاع في درجة حرارة الأول نقط الارتفاع في درجة حرارة الثاني، نصف، ضعف، ربع، تساوي. 4، جسمان لهما نفس الكتلة، الحرارة النوعية للأول ضعف الحرارة النوعية للثاني، لكي تنخفض درجة حرارتهما بنفس المقدار فإن كمية الحرارة المفقودة للأول نقط كمية الحرارة المفقودة للثاني، ضعف، نصف، ربع، تساوي. 2، علل لما يأتي. يتسبب الماء في اعتدال المناخ في المناطق الساحلية شتاء وصيفا. 2، الحرارة النوعية خاصية مميزة للمادة. 3، ترتفع درجة حرارة الحديد بدرجة أكبر من ارتفاع درجة حرارة الألمنيوم عند اكتساب كتلتين من متساويتين منهما لنفس كمية الحرارة. مسائل: المسألة الأولى، احسب كمية الحرارة المصاحبة لذوبان 1 مول من هيدروكسيد الصوديوم في كمية من الماء لعمل محلول حجمه 1000 ملي، علما بأن درجة الحرارة ترتفع من 18 سيليزيوس إلى 32 سيليزيوس. 2، اكتسبت قطعة من النحاس كتلتها 400 جرام، كمية من الحرارة مقدارها 9360 جول، ارتفعت درجة حرارتها من 20 سيليزيوس إلى 80 سيليزيوس، احسب الحرارة النوعية للنحاس. 3، عند تسخين عينة من الذهب كتلتها 4.5 جرام ودرجة حرارتها الابتدائية 25 سيليزيوس، امتصت كمية من الحرارة مقدارها 27.6 جول، احسب الحرارة النهائية للعينة، علما بأن الحرارة النوعية للذهب 13% جول لكل جرام سيليزيوس. 4، ارتفعت درجة حرارة كمية من الماء بمقدار 20 سيليزيوس عندما اكتسبت كمية من الحرارة مقدارها 8360 جول، احسب كتلة الماء، علما بأن الحرارة النوعية للماء 4.18 جول لكل جرام سيليزيوس. 5، إذا علمت أن الحرارة النوعية لكمية من الحديد مقدارها 1 جرام تساوي 448 من 1000 جول لكل جرام سيليزيوس، فكم تكون الحرارة النوعية لكمية مقدارها 10 جرام من الحديد مع التفسير؟ في واحدة رابعة مش تخدت التركيز المولاري في واحدة رابعة، مش تخدت حاجة اسمها حركة الزوبان في الحتة دي بقى بتاعت المعلول المولاري. في النهاية بعد ما عرفنا طريقة الحل تابعني باستمرار على القناة وعلى المدونة، وهسيب لك اللينك في نهاية الفيديو. على الباب الاول والثاني وهنكتب لك طريقه حل، فنرجو منك تركيز تام ومشاهدة طريقة الحل ومحاولة حله لوحدك بعد كده. وخلال الأيام القادمة هنقدم لك نموذج آخر
على اساس ان ايه، ان دي اهم الاسئله اللي ممكن هتواجهك في الكيمياء، ونتمنى ان انتوا تستفيدوا، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ اشرف الهادي.